السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة المسيحيين جانا من منطقة محافظة الزاخو، وإجا البغداد. الرجل يريد يعني يعلن إسلامه، فأنا احتويته ويريد يقدم طلبة لسماحة السيد مقتدى الصدر الله يحفظه، ويعني يقول أنا أريد أعلن إسلامي بالخصوص على أي سماحة السيد مقتدى الصدر. تفضل حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي كايزاك وارتان خوريل من محافظة زاخو من قرية بيرسبة. أنا كإنسان مسيحي جاي أريد أعلن إسلامي على أي سيد مقتدى الصدر خص نص. ليش؟ لأن هو اللي حامي كل الشعب العراقي. سيد مقتدى الصدر ايش خليه هو تاج وباج، رمز الإنسانية. سيد مقتدى الصدر هو رمز الإنسانية، رمز الإنسانية، وخليه تاج وباج على راسنا. هو سلم يعني لو مو هو العراق، هو العراق مو بخير، بس هو ما دام هو عايش ان شاء الله العراق دائما سيدنا مقتدى الصدر يكون بخير. اهلا وسهلا بك. تاج راسي وكل جماعة سيد مقتدى الصدر أخليهم تاج وباج على راسي. شنو اللي خلاك تريد تعتنق الإسلام؟ يعني أن دين الإسلام أحق من كل الأديان الثانية. نعم. ليش؟ لأن أني بصراحة أقول لك، أني والدتي تمرضت. نعم. والدتي تمرضت. نعم. رحت لباب الكنيسة، القسط ردني. نعم. صراحة. نعم. وأكو ناس إسلام ساعدوني بهذا الشيء. نعم. فيعني على مود هيجي اقتنعت بهذا الشيء، بدون اي ضغط وبدون اي واحد يضغط علي. انا اريد اصير مسلم على السيد مقتدى الصدر، اريد اعلن اسلامي لان احق من كل الاديان. وخطيه ابو جعفر ما قصر وياي، اجيت يمه يعني ما قصر وياي باي ناحيه. انا خادم لك، انا خادم لك، خليك تاج على راسي. انت تاج على راسي، وشرف فيك، واهلا وسهلا بك بالاسلام. والخبزة اللي ناكلها نتقاسمها وياك، والعمل اللي نشتغله نخليك تشتغل ويانا ان شاء الله، وما نقصر وياك ان شاء الله. وانا اشكرك جدا انت وسيد مقتدى الصدر، وخليكم تاج على راسي، تاج وباج. تحيه خاصه لك، واهلا وسهلا بك. تحياتي لكم مية سيد مقتدى الصدر. على راسي يا حبيبي، راسي على راسي يا عزيز، الله يحفظك.